السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن. كي اليوم عشنا أغلبية اللي سواء تيخدم بالإعلاميات، يعني كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي اللي تيخدم بهم، سواء فيسبوك سواء انستغرام سواء الميسنجر وسواء الواتساب، دونك هادو كاملهم تابعين الفيسبوك. ولكن تنعرفوا بان كاين يوتيوب، كاين جيمايل، كاين مجموعه ديال الاشياء اخرين. تنعرفوا كاينين سينيال، كاين عاوتاني فيما يتعلق تيليجرام باغ اكزومبل. تيليجرام مع الدول العربيه اخرى تنخدموا تيليجرام، ما تنخدموش الواتساب ولا ما تنخدموش الميسنجر. هنا اللي بيت كتجربه من التجارب ديالي، بويسك انا تنشتغل في لا فورماسيون، تنشتغل في الكوتشين، تنشتغل في التأليف، كاين علاقة بيني وبين مجموعة ديال الزبائن. هو هنا نصيحة، ما تعتمدش على لا بلاتفورم ديال السوشيال ميديا 100%. يعني كذلك تنقول انا ما تعتمدش بار اكزومبل على يوتيوب 100% تتحط الاشياء. دونك هني خصك تنوض باش دير موقع اللي هو تيكون خاص بك وتتبدا تطوره يوم على يوم وشهر على شهر، تطوره حتى تولي محترف في داك المجال. هنا اللي بغيت نقول لكم، دونك ضروري من ان كارني دادريس، ضروري من ستيلو اللي فيه لو نون فيه البرينو، في كذلك الهاتف. انت تقول الهاتف راه فيه كل ما يتعلق الواتساب والميسنجر، وفيه حتى الايميل وميم اوتر كوردوني اللي تيتعلق بالكليون ديالك. دونك هنا ملي تتكون بحال ازمه بحال هاد الازمات، تيكون داك لو كونتاكت بينك وبين الكليان. انا بحال دابا اليوم كان الناس كانت فورماسيون، كاين اللي ما قدرش يدخل يتصاحبوا بانه ديجا راه الواتساب راه تيتحل لا بلاتفورم، انما ما تيديرش لا ميزاجور شي حاجه اخرى لي نوتيفيكاسيون ولا جاو جداد. ولكن ما دخلوش الناس باش يحضروا الحصه الاولى ولا الحصه الثانيه، يلاه حضر واحد لا بيرسون بوحدو هو اللي حضر مش فشاول. هذا كان غابيل كاع اي واحد تيشتغل في هاد المجالات اللي يعني تيشتغل تيحط دي برودوي ديالو وتيقلب على زبائن تيدير، ماشي حنا قلنا تيدوز به الوقت. هنا خصو يصاوب كي تنقولوا، خصو يكون عنده ان كارني دادريس اللي تيكون بيان كوستو اللي باش يخدم به، لانه خصك تعرف بين الامور راه سا شونج. حنا راه شنا دابا ابارتي نهار بدا هادشي ديال كوفيد 19، شحال حاجه تشونجات، ولا التعلم على البعد، ولا تقابليه عند الناس باش يديروا لا فورماسيون اونلاين، كاين مجموعه ديال الاشياء. دونك مهما حنا عايشين في الدنيا، نعرفوا بانه كاينين تغيرات اكثر، كاين تقلبات اكثر اللي تتكون سواء في صالحك سواء في ضدك. دونك انت قد دائما الكوتي بوزيتيف باش نشتغلوا عليه. الفيسبوك راه رجع، الانستغرام راه رجع، الواتساب رجع، والميسنجر رجع. دونك راه كاين الناس اللي عندهم واحد الادمان اللي مشكله، يعني تيدير الباستون باستون باستون باستون. هو نحاولوا نكونتروليو حياتنا اكثر، نحاولوا نكونتروليو راه بويسك ميم على الاباء ولا الابناء ولا كل شيء. ولات هذه الظاهره، ولات هذه الظاهره، هو خص الانسان يبدا يعرف فعلا اشنو تيدير. كاين مجموعه ديال لي كومونتير قليل سواء بالفرنسي او بالعربي اللي عجبوني، ودابا تقاسم معكم اللي تشوفوه.